يا مساء الفل عليكم. النهاردة هنتكلم على طقم حر الجرانيت تركي. كنت طالباه اونلاين، وكنت طالبه اللون الجراي والاطار بتاعه ذهبي، لكن للاسف التاجر بعت لي لون على مزاجه. وبعد ما فتحته كنت هعمل لكم بي ريفيو وحتى في الاستخدام، للاسف اكتشفت اللون مختلف فرجعته، وقلت بالمره اللي انا هصوركم واقول لكم العيوب المبدئيه اللي انا اكتشفتها فيه. وانا حتى يعني لما عملت له استرجاع ما طلبتش اللون التاني، طلبت نوع تاني خالص. هعمل لكم بي فيديو بعد كده. دي شكل الكرتونه. هو الطقم عباره عن 4 حلل، 4 مقاسات مختلفه، 28 و24 و22 و20، ومعاها جريل مقاس 24. طيب ده الطقم بتاعنا. دي اول حلة معانا، تقريبا الحلة الوسط. هو بصراحة الباكج بتاعته حلوة قوي، متغلف حلو قوي. ده شكل الغطاء بتاعه. الجرانيت بتاعه تقيل، الحلة الغطاء تقيل، وفي نفس الوقت الحلة تقيلة. هنشوف دلوقتي الحلة. ده اللون اللي هو بعتهولي، رغم ان انا كنت طالبة لون جراي مش اللون البيج او البني او اللايت براون ده. حتى الاطار بتاعه كان لونه جولد ذهبي، ده الاطار بتاعه لونه بلاك. هو مش وحش، لكن انا كنت عايزة اللون التاني. هو طبعا ميد ان تركي، مختوم من تحت، اللون من جوه لونه جراي. هو شكله شيك، لكن اللي انا اكتشفته ان هو مش عملي. الملمس بتاعه من بره ملمسه فيه حبيبات كده، بحس ان هو مع الاستخدام او الحله مثلا فارت او لما يتوسخ التنظيف بتاعه هيبقى صعب. من جوه الجرانيت بتاعه كويس جدا، سمك الحله كويس جدا، مش من الحلل الجرانيت الخفيفه. هو يعني هي حله محترمه، لكن انا الملمس بتاعه من بره كان اعتراضي عليه ان لو حاجه فارت عليه او اتوسخ او اي حاجه تنظيفه هيبقى صعب. مش املس، هو عباره عن عامل شبه خامه الصخر كده من بره، فيها حاجات داخله لجوه وحاجات طالعه لبره. ده المقاس التاني، المقاس الازهر اهو. دي اليد بتاعته لونها اسود. الحتة السوداء اللي فيها دايرة صغيرة سوداء دي اللي بيطلع منها البخار الزيادة من الحلة، تمام. وده شكل الحلة الصغيرة، المقاس الأزهر. هو شكله شيك جدا، لو اي عروسة بتجهز ممكن تشتري طقم زي ده، بس ما يبقاش الاساسي بتاعها، يعني تعمل فيه حاجات خفيفة. لان انا حاسة التنظيف بتاعه هيبقى مشكلة. وغير كمان ان لما بيتحط على بوتاجاز مش مثلا كهرباء، بوتاجاز عادي له لهب، حاسة ان الحلة من تحت هتبوظ. دي الطاسة مقاس 24 اللي جاية معاه. الطاسة طبعا تحفة وكبيرة، عجبتني جدا، لكن ايديها حسيت انها مش عملية من ناحية المسامير. حسيت ان هي ممكن مع الوقت ان المسامير ممكن تتلخلخ، المسكة بتاعتها يعني لو حطينا فيها حاجة تقيلة حاسة ان الايد بتاعتها مش مناسبة معاها. ده شكلها برضو من تحت، مكتوب عليها ميدن تركي. الملمس بتاعها زي ما قلتلكوا، انا حاسة ان الملمس بتاعها مش هيبقى مناسب في الاستعمال العادي بتاعنا كمصريين يعني. غير كده كمان ان اللهب بتاع البوتاجاز حاسة ان هو من تحت هيخليها مش هنعرف ننظفها، وهيعلم عليها من تحت وهيبوظها وهيبقى شكلها سخيف. ده اللون اللي انا كنت طالباه، اللي هو الجراي، والاطار بتاعه لونه جولد. طبعا شكله تحفة تحفة، تمام. بس هنا في هنا طاسة زيادة. ده اللون اللي جالي، بس الاطار بتاعه اسود والمقابض بتاعته سودة، فما عجبنيش بصراحة. شوفوا الالوان هنا اشياء كتير ازاي. في طبعا لون الجراي بتاعه اللي كان عاجبني، وفي اللون الاسود والاطار بتاعه نحاسي، وفي اللون ده برضو حلو شبه اللي جالي، لكن زي ما قلت لكم هو مش عملي. هو شيك كتقديم، او في نفس الوقت ان هو استعمال خفيف ممكن العروسه تجيبه، بس مش طقم اساسي تعتمد عليه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه.